حسن، كيف كانت القصة؟ كيف بدأت معك؟ طبعا أنت حالتك مختلفة اليوم، أول مرة استضافة من هذا النوع. أيوة والله أنا أولا يعني بقدر الشكر أنه صار لنا يوم عالمي، وفي نفس الوقت معليش أنا اللي أول مرة أجي أنا ووعودي مدعو من أجل التأتئة اللي أنا حظيت أنه أنا أكون فيها مميز، وحظيت يعني أنه أنا صار عندي قدرة أكثر مما كنت يعني أنا حتوقعها أنها حتجيني. يعني أنك كيف تقابل الناس، كيف تقنعهم، كيف بيضحكون عليك، كيف بيقبلوك، هذه شغلة تحتاج يكون عندك تقبل لكل شيء، وعندك إصرار أنك توصل أعظم شيء يسكنك. بدأت معك من الصغر؟ أيوة. طيب حاولت أنك أنت تتخطاها من خلال رحت عيادات ولا سخاتها يعني؟ والله ما صار يزعجك؟ لا اللهم لك الحمد، والدي رحمة الله عليه كان متوعي، وإلى درجة يعني في ذاك الزمن صارت مشكلة في المدرسة أنه أحيانا يكون المعلم هو من يثير السخرية عليك لكونك تأتي. نعم. يعني يجيك مترصد تقوم تجاوب وهو عارف وضعك، فيبتدي هو بالسخرية أو الضحك، وفي هناك معلم لا زي البلسم يعني بيقول لك اكتب ويشجعك ويعطيك روح. بس يعني الحمد لله الناس عمومة بتاخذ منك الجمال، ما تقدم وأخلاقك وتعاملك. طيب من أول مرة أنت بديت تغني في مسكت العود صار معك الموقف ذا اللي أنا مبهرني شخصيا، أنا أعرفك من زمان. حسن خيرات يا شباب ومشاهدينا ومشاهداتنا، يمسك العود ينطلق فصاحة يبدأ يطرب، وبعدين حسن ليس طارئ على المشهد، يعني هو عنده طبعا أحلام الفرقة الوطنية طبعاً، وعنده أعمال وطنية كثير لأسماء كبيرة، ومحبينك من النخبة من اللهم يعني لك الحمد، وأيضا من البسطاء